مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعدنا الإخباري من قناة الفلوجة. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ النشرة بأبرز العناوين. صالح يجدد موقف العراق الرافض لسياسة المحاور ويحذر من تغييب دوره. الوساطة العراقية تعود من بوابة الرياض وطهران، عبد المهدي يحمل مبادرة تهدئة. تقرير مرعب لرايتس ووتش، القضاء العراقي متهم بتجاهل عمليات التعذيب. بالقوة وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع تفريق تظاهرة لحملة الشهادات. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال رئيس الجمهورية برهم صالح إن العراق مقبل على مرحلة جديدة تعنى بالإعمار والنمو الاقتصادي والتطوير في جميع المجالات. وأكد صالح في كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بغداد تشهد استقرارا أمنيا. العراق الآن مقبل على تطورات إيجابية هامة أمنيا وسياسيا واقتصاديا، فهناك منحى إيجابي من التحولات في العراق لم نشهده على مر السنوات الماضية، وهو اتجاه يبعث على الأمل بمستقبل واعد، ويجب أن نقيم هذه التطورات الإيجابية ونؤسس عليها في ضوء الاستقرار الأمني المتحقق حتى الآن. وهناك أيضاً أجواء إيجابية في معالجة المشاكل المتراكمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على أساس الدستور، ودور ممثلية الأمم المتحدة في بغداد مهم على هذا الصعيد، خصوصاً فيما يتعلق بقضية كركوك والمناطق المختلفة عليها. رئيس الجمهورية أكد أن العراق ما يزال يواجه تحديات إعادة النازحين وإعمار المدن المدمرة والملف الأمني، وأنه دفع فاتورة باهظة الثمن لمواجهة الإرهاب وتحرير أراضيه. التحديات ما زالت ماثلة، واستحقاقات النصر الناجز بالقضاء التام على الإرهاب ما زالت تتطلب تكاتفاً إقليمياً ودولياً لمحاربة هذه الآفة الخطيرة ومعالجة الظروف التي ساهمت في إيجاد بيئة ساندة لنموها وتكاثرها. فما زالت خطوات إعمار المناطق التي تضررت من الحرب وإعادة النازحين في بدايتها، وهناك دور ومسؤولية دولية في هذا الصدد، تجسدت بعض ملامحها بمقررات مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار العام الماضي، والذي نسعى إلى تفعيلها بمساعدة أشقائنا وأصدقائنا. هذا وبحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك أهمية تهدئة الأوضاع الإقليمية وتفادي التصعيد من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. بيان رئاسي أوضح أن رئيس الجمهورية أكد على أهمية التحولات التي يشهدها العراق في مختلف المجالات وضرورة دعم الاستقرار فيه واستكمال النصر الناجز على الإرهاب بإعادة البناء والإعمار. بدوره أكد الرئيس الأمريكي اهتمامه بالتطورات في العراق، معربا عن تقديره للتحولات الإيجابية ومجددا دعم بلاده للعراق في حفظ أمنه وسيادته وإعادة إعمار مدنه. وبحث الطرفان التطورات المستجدات أيضا على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل مكافحة الإرهاب والارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين. إن مسؤولياتنا السيادية هي الالتزام بدستورنا وليس استخدام العراق كقاعدة لأي تهديد ضد جيراننا.
إنه عمل مميز. كان العراق لاعباً بناءً في المنطقة. نحاول أن نؤكد لجميع جيراننا أن استقرار العراق وسيادته مصلحة مشتركة. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه عقد مع رئيس الجمهورية برهم صالح اجتماعات مهمة. هذه الاجتماعات تؤكد توطيد العلاقات بين البلدين خاصة في الفترة الأخيرة. نحن سعداء للانضمام إلى رئيس العراق وممثليه. عقدنا اجتماعين جيدين للغاية مع العراق. نقوم بعمل جيد معه. لقد كانت علاقة طويلة ومعقدة ولكن ودية، خاصة على مدى الفترة القصيرة الماضية. شارك العراق في اجتماع التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط ميسا برئاسة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وكان بومبيو قد عقد اجتماعا للتحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط ولمدة يومين في مقر الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وبمشاركة دول الخليج والأردن ووفد من الحكومة العراقية. مصدر أمريكي مسؤول قال إن التحالف يتمحور حول مواجهة إيران والتهديدات الأخرى في المنطقة، وصفا الاجتماع بأنه سيكون اجتماعا مهما. إلى ذلك هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتجديد العقوبات على إيران، مؤكدا أن الاتفاق النووي جعل إيران أكثر جرأة على مخالفة القانون الدولي. النظام الإيراني يائس ولا تفلح معه إلا لغة القوة. الاتفاق النووي جعل إيران أكثر جرأة على مخالفة القانون الدولي. نحاول قطع التمويل الذي تستخدمه إيران للخراب والدمار. عقوباتنا على النظام الإيراني أضعفته بشدة، وكلما زاد اندفاع إيران العدائي زاد، ويجب أن يزيد ضغطنا. لا يتم رفع العقوبات بل سنشددها. أعتقد أن الضغط كان يأتي بنتائج فيما يتعلق بإيران. الهدف هو حمل إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وبحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في السعودية تهدئة الأوضاع في المنطقة. رئيس الوزراء وفي بيان له أوضح أن الزيارة تأتي لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين والأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة، وموقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة. ومن المقرر أن يلتقي عبد المهدي بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان. قال عبد الحسين الهنين مستشار رئيس الوزراء إن زيارة عبد المهدي للسعودية تأتي بعد نجاح العراق بحل أزمة نقلات النفط، وسينجح في نزع فتيل الحرب وإيقاف تداعيات الانهيار في الشرق الأوسط. وبحسب الهنين فإن العراق نجح في حل أزمة السفينتين البريطانية والإيرانية، وسينجح بإيقاف الأزمة في المنطقة، مؤكدا أن العراق هو الموازن الإقليمي الكبير. وذهاب رئيس الوزراء إلى السعودية هو تجسيد لسياسة العراق التي انتهجها عبد المهدي في صداقة العراق للجميع وكونه موازنا إقليميا كبيرا يؤثر في المنطقة وعنده يلتقي المختلفون. للمتابعة ينضم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية من بغداد علي فضل الله المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ علي. أستاذ علي، إذا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد برهم صالح أبرز ما يقوله في هذه الاجتماعات أن العراق يجدد موقفه في النأي عن سياسة المحاور ويدعو إلى تهدئة كافة الأوضاع في المنطقة، كيف تقرأ ذلك في هذا الوقت بالتحديد؟ مساء مبارك على الجميع. أهلا بك. نعم، العراق أعتقد من خلال هذه السياسة استطاع أن يكون لاعبا محوريا ناجح في تهدئة أزمات كثيرة. نعم، العراق من خلال الدستور وأعتقد سياسة ومنهجية الحكومات المتعاقبة، لا سيما حكومة السيد العبادي وحكومة السيد عادل عبد المهدي، ابتعدت كثيرا عن سياسة المحاور، وهذه السياسة أعطت قوة كبيرة على السياسة على مستوى السياسة الخارجية للعراق. ولذلك من خلال هذه السياسة العراق استطاع أن ينفتح على المحيط الإقليمي والدولي، وبالتالي كان لاعبا مهما دائما في الأزمات المتعاقبة داخل سياسة الشرق الأوسط. لذلك على العراق أن يحافظ على هذه السياسة مع إيجاد حقيقة استفادة معنوية ودبلوماسية على هذا المستوى. أستاذ علي، هل سينجح العراق فعلا في الحفاظ على هذه السياسة، سياسة الحياد في هذا الوقت؟
يعني إلى حد ما أنا أعتقد الحياد الإيجابي طبعا، العراق ناجح إلى درجة كبيرة واستطاع أن يحتوي أزمات كثيرة حتى على المستوى الداخلي. كان القرار السياسي مشتت، ولكن مع قدوم حكومة السيد عادل عبد المهدي أنا أعتقد كان قرارا موحدا للرئاسات الثلاثة. لذلك وحدة القرار أنا أعتقد أعطت قوة كبيرة للحكومة العراقية على مستوى السياسة الخارجية. لذلك العراق دائما بعيد عن التمحور مع جهة معينة على حساب جهة أخرى. لذلك يجب على الحكومة العراقية أن تحافظ على هذه السياسة مع الأخذ بنظر الاعتبار المحافظة على المصالح الاستراتيجية الوطنية للعراق. نعم، في المقابل سيد علي، أيضا رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يبدو أنه يعني يريد أن يلعب دور وساطة جديد من خلال زيارته إلى الرياض حاليا، وساطة بين الرياض وطهران. هل سينجح رئيس الوزراء في تحقيق ذلك؟ أنا برأيي كل الأطراف الإقليمية يعني لا تريد الحرب، ولكن بنفس الوقت المشكلة في أغلبية الدول، دول المنطقة يعني الجارة المملكة العربية السعودية وكذلك إيران وحتى الولايات المتحدة الأمريكية تريد التفاوض، ولكن سقف المطالب لكل دولة والتزمت بهذا السقف أنا أعتقد هو الذي يصعب عملية التفاوض. العراق ومن خلال المعلومات التي توصلت لها أنا أعتقد سوف يكون لاعبا في عقد حوار مباشر بين إيران والسعودية خلال المرحلة القادمة، وبضوء أخضر أنا برأيي من إيران وكذلك من السعودية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك العراق إذا ما نجح بهذه الخطوة أنا أعتقد سوف يلعب دورا رياديا على المستوى القريب في السياسة الإقليمية. سيد علي، هناك أيضا يعني ما يجري حاليا بما يسمى اجتماع للتحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، كان أبرز ما خرج به هذا الاجتماع هو ضرورة مواجهة إيران. كيف يعني تنظر إلى هذا الاجتماع في ظل الحديث عن تمسك العراق بأنه سيظل يعني بعيدا عن سياسة المحاور؟ يعني من الصعب جدا عندما نبحث عن أمن واستقرار الشرق الأوسط ونقوم بإبعاد إيران، وإيران حقيقة تمتلك الآن أذرع منتشرة على مستوى المنطقة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وبالتالي إبعاد هذه الدولة أنا أعتقد من الصعب جدا أن نصل إلى مرحلة مثالية في الاستقرار، وبالتالي على كل دول المنطقة التفكير بهذا الجانب والانسحاب إلى الخلف واحتواء إيران في هذه النقطة المهمة، والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بالركون إلى جانب المفاوضات. أنا أعتقد المتضرر الوحيد من هذه الأزمة الكبيرة في حال وصول إلى مرحلة الصدام هو دول المنطقة، إيران، السعودية، العراق، وبالتالي أنا أعتقد التحالف الاستراتيجي وإبعاد إيران من هذا التحالف من الصعب جدا أن ينجح بواقعية، يعني وليست بنظرة مثالية وإنما بنظرة واقعية. نحتاج إلى إشراك إيران في هذا التحالف وبالتالي احتواء إيران واحتواء الأزمة بالكامل. المحلل السياسي الأستاذ علي فضل الله كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. قالت هيومان رايتس ووتش إن دراسة دقيقة لقرارات محكمة التمييز العراقية في القضايا المتعلقة بالإرهاب أظهرت حالات متكررة لسوء المحاكمة في قضايا الإرهاب. وذكرت المنظمة في تقرير جديد لها أن القضاة تجاهلوا مزاعم التعذيب أو اعتمدوا على اعترافات غير مدعومة في 20 قضية تقريبا خلال 18 شهرا، مؤكدة أن بعض مزاعم التعذيب أثبتت من خلال فحوصات الطب الشرعي وكانت بعض الاعترافات لا تدعمها أي أدلة أخرى، ويبدو أنها انتزعت بالقوة بما في ذلك عن طريق التعذيب على حد قول تقرير المنظمة. بدوره رد مجلس القضاء الأعلى على تقرير المنظمة الدولية مؤكدا أنه لا يمكن الاعتماد على رأي خبراء قانونيين وترجيحه على عمل محكمة التمييز، طالبا تفاصيل القضايا التي تم ذكرها من قبل المنظمة لإعادة دراستها. نعم، القضاء الأعلى أيضا قال إن محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تتكون من مجموعة من القضاة المتميزين، ولا يمكن الاعتماد على رأي خبير قانوني لأن هذا الخبير مهما كان عمله لا يمكن أن يصل في المهنية والدقة في العمل القضائي للقضاة. وأكدت منظمة هيومان رايتس ووتش إن القضاء لم يقدم معلومات إضافية حول الحالات المذكورة في تقريرها لغاية الآن.
في الأنبار أعلنت وزارة الدفاع عن تدمير معسكر لتنظيم داعش الإرهابي شمالي قضاء راوة. وذكرت الوزارة في بيان لها أنه بناء على معلومات استخباراتية خرجت قوة من مقر ووحدات لواء المشاة 28 تساندها قوة من الحشد العشائري لتفتيش صحراء حديثة، مضيفة أنه عند البحث والتفتيش تم العثور على معسكر ومخيم يعود لعناصر داعش الإرهابي ويقع شمال مدينة راوة تم تدميره بالكامل. بدوره أكد الحشد العشائري قتل 8 إرهابيين ينتمون لداعش في صحراء الأنبار، وذلك بعملية أمنية استهدفت صحراء شمال مدينة راوة باتجاه جنوب مناطق محافظة صلاح الدين. فرقت القوات الأمنية بالقوة تظاهرة لحملة الشهادات العليا للمطالبة بإنصافهم وتوفير درجات وظيفية لهم في مؤسسات الدولة مستخدمة الغاز المسيل للدموع. المتظاهرون من حملة الشهادات العليا من مختلف الاختصاصات نظموا تظاهرة أمام المنطقة الخضراء في منطقة علاوي الحلة للمطالبة بإنصافهم وتوفير فرص عمل لهم في مؤسسات الدولة، إلا أن القوات الأمنية بحسب متظاهرين لجأت إلى استخدام القوة والغاز المسيل للدموع، ما تسبب بحالات إغماء فضلا عن إصابات بين المتظاهرين. طبيبة في بابل تولد النساء في منزلها تتسبب بموت امرأة بعد الولادة. المرأة توفيت بعد يومين بسبب الإهمال والتقصير بحسب عائلة الضحية. التفاصيل في هذا التقرير. بهذه الدموع ودع هذا الرجل زوجته التي توفيت بعد ولادتها بيومين. كانت المرأة ملتزمة بمراجعة دورية لطبيبتها التي أصرت على إجراء الولادة في منزلها بدلا من المستشفى، كما شرح لنا زوج المتوفية. زوجتي تراجع دكتورة من ناحية الشفل يعني خلال عملية الحمل، بعدين وصلت الولادة ولدتها جايبتها بالبيت، بيت الدكتورة نفسها. بعد هي على مود المصلحة المادية فطتها أوبر زايدة مال توسيع الرحم، فصار نزف عندها. من جابت عندها، هي جابت طبيعي بس صار عندها نزف كثر الأوبر. نقلناها بسيارة، قالت صار عندها نزف، نقلناها، ما قالت لنا طبعا هي صار عندها انفجار بالرحم. نقلناها بسيارة مدنية، أنا نقلتها وهي طبعا صارت ويانا الدكتورة. حولناها وين؟ للمستشفى مال الشفل. يعني بعدين شوف، هي المصيبة الثانية. دخل وين ودتنا؟ ودتنا دخلتنا صالة الولادة. هي بدل ما تنقلها قبل 9 فلين، هي تدري ما هم عندهم 4 ابطال دم وهي تحتاج لها 10. نقلتنا وين؟ المستشفى. دخلتها صاله ولاده، سويت لها طبله مال الولاده، بعدين ايش سوت؟ نقلتها لصاله العمليات باعتبار تسوي لها عمليه لان تريد تبرئ نفسها هي الدكتوره. بعدين قلت لك يعني 3 ساعات لان ساعتين من 9 ل 11 احنا بمستشفى الكفل، من 11 ل 12 احنا بالاسعاف. فهي حالتها تفاقمت يعني نزف عام. ذو المرأة المتوفية نضال عبيد جاسم التي وافاها الأجل بعد نقلها إلى المستشفى يطالبون وزارة الصحة بالتحقيق بوفاة ابنتهم ووضع حد لهذه الحالات المتكررة في مستشفيات العراق. احنا نطالب وزارة الصحة ونطالب الحكومة العراقية، ولربما هاي مو أول حالة تصير ومو أول دكتورة تقوم بهاي الحالة، عدة الطبيبات بالعراق. زين، أولا المصلحة المادية، اثنين بعض العوائل تعرف فقرة والناس جاية من أرياف وغيرها، فقضية استفزازية وأنه أنت بالمستشفى وخوفك من العملية وما أدري شنو، فهاي الأمرأة خوفا على حياتها تلجأ مثل هاي الطبيبة. هي الطبيبة هي سيدة العارفين بالمراجعة مالتها، علما أن المتوفية هي كانت تراجع من بداية حملها إلى أن وافاها الأجل. حاولنا اللقاء بمدير عام صحة بابل لكي نقف على سبب تكرار الوفيات في مستشفيات المحافظة، لكنه بإجازة كما أخبرنا مدير إعلامه. من محافظة بابل عيسى العطواني، قناة الفلوجة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. عام دراسي جديد في العراق بلا مدارس كافية أو كتب وبلا وزير للتربية.
عضو مجلس النواب أحمد مظهر الجبوري تخصيص أكثر من 46 ألف وظيفة للمناطق المحررة والمفسوخة عقودهم في وزارة الداخلية. أوضح الجبوري أنه بمتابعة من قبل اللجنة المالية في البرلمان تم استحداث 46,419 درجة وظيفية للمناطق المحررة والمفسوخة عقودهم ضمن تشكيلات وزارة الداخلية. قال محافظ ديالى مثنى التميمي إن إدارته المحلية وبالتعاون مع السفارة الإيرانية في العراق وضعت آلية عمل لتأمين الزوار الإيرانيين الوافدين من منفذ المنذرية باتجاه المراقد في العراق. وفد السفارة الإيرانية الذي ضم الملحق العسكري فيها اتفق وبحضور ممثلين عن الحشد الشعبي على وضع خطط لاستقبال الزوار الإيرانيين واستنفار الدوائر الخدمية في محافظة ديالى لخدمة الوفدين من الجانب الإيراني بحسب وصف المحافظ. تم الحقيقة الاتفاق على آلية إن شاء الله من خلال هذه الآلية ستكون هنالك انسيابية في عملية تفويج الزائرين، والكل لديه استعداد كامل من الناحية الأمنية ومن الناحية الخدمية. لذلك نعتقد إن شاء الله هذه المهمة ستكون مهمة وطنية وكذلك ستكون مهمة أخلاقية من أجل خدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام. محافظتنا متميزة في توفير الأمن للزائرين. إحنا سنويا لدينا أكثر من 600 ألف زائر مشيا على الأقدام من خلال الطريق العام باتجاه محافظة بغداد. صحيح العدد سيتضاعف بشكل كبير، لكنه القادة الأمنيين والأخوة في الحشد وكل الدوائر الخدمية، الأخ المسؤول عن الزيارة الأربعينية، لديهم استعداد كامل في تأمين الطريق وفي تأمين الجوانب الخدمية للزائرين. دعا محافظ كركوك ركان سعيد الجبوري إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى المحافظة، مؤكدا أن هناك تغييرا سيحصل في المحافظة مع بدء تنفيذ الموازنة العامة للعام المقبل. وخلال مؤتمر كركوك الدولي للنفط والغاز والطاقة الذي شهد مشاركة 48 شركة ومؤسسات عالمية وعراقية، قال الجبوري إن المؤتمر فرصة للإيضاح وفتح سوق العمل واستثمار الطاقة، مضيفا أن المحافظة لم تشهد أي حالة اغتيال سياسي أو أمني أو انتهاك لحقوق الإنسان بعد عام 2017، فهي مدينة آمنة ولها إمكانيات اقتصادية وجغرافية وزراعية مهمة. وأكد الجبوري أن وجه كركوك سيشهد تغييرا كبيرا خلال أسابيع مع تنفيذ خطة الموازنة للعام الحالي التي تأخرت بسبب عدم وجود مجلس المحافظة ومصادقتها من قبل مجلس الوزراء. قال عضو مجلس النواب علاء الرباعي إن عدم التزام الإقليم بدفع المستحقات النفطية للحكومة الاتحادية سيؤزم الوضع بينه وبين بغداد. عدم التزام إقليم كردستان بتسديد مستحقات الحكومة الاتحادية ومنها التزامهم بمادة قانونية ألزموا نفسهم به هو تسديد مبلغ 250 ألف برميل إلى شركة سومو الوطنية، وعدم التزام بهذه المادة القانونية سيخلق حقيقة مشكلة، ونحن مقبلين على موازنة 2020. هذه المشكلة ستكون باب لإشكاليات عديدة تفتح ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، اللي كنا حقيقة سابقا نسعى إلى أن نحافظ على الاستقرار الجزئي اللي حصل بين المركز والإقليم، لكن حقيقة يبدو أن الأخوة في إقليم كردستان لم يلتزموا وهم من ذهب إلى الإشكال مع الحكومة الاتحادية. قدمت الكتل الكردستانية شكوى لمجلس الوزراء تتعلق بالخدمات وإدارة قضاء خانقين في محافظة ديالى، وقال نواب إن القضاء استثني من التخصيصات المالية الخاصة بصندوق إعادة إعمار المناطق المحررة. طلب تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية في قضاء خانقين ومن ميزانيات صندوق إعادة الإعمار المناطق المحررة من عمليات الإرهابية، ومنذ تأسيس الصندوق ولم ينفذ أي مشروع في قضاء خانقين. طلب تنفيذ مجموعة من مشاريع الخدمية في قضاء خانقين من ميزانيات صندوق النقد الدولي ولم ينفذ أي مشروع. طلب تنفيذ بعض المشاريع من المنظمات الدولية في قضاء خانقين ولم ينفذ أي مشروع. طلب إنشاء محطة تعبئة الوقود في قضاء خانقين والنواحي جبارة وقرتفة ورفض جميعها. طلب تشكيل فوج الطوارئ في قضاء خانقين من أبناء قضاء خانقين حصرا ورفض الطلب. طلب نقل جميع المنتسبين من أبناء خانقين من بقية الوحدات الأمنية الأخرى في الأقضية والنواحي الأخرى إلى قسم شرطة خانقين لدعم أجهزة الأمنية في خانقين ورفض الطلب.
طلب تعيين 200 شرطي من أبناء قضاء خانقين حصرا على ملاك قسم شرطة خانقين لدعم القسم وللحد من الخروقات الأمنية وملء فراغات والمساحات الخالية من الأجهزة الأمنية، ورفض الطلب. طلب إعادة العقود الزراعية إلى أصحابها الأصليين من أبناء القضاء الذي أقره اللجنة التنفيذ مادة 140 من الدستور، ورفض الطلب. دعت النائبة اكتفاء الحسناوي الحكومة إلى وضع استراتيجية شاملة لمكافحة زيادة معدلات السرطان وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للكشف المبكر عن المرض. نظراً لانتشار الأمراض السرطانية في العراق بنسب عالية جداً، نطالب الحكومة بوضع استراتيجية شاملة لتوفير مراكز علاج مرضى السرطان في عموم العراق، وكذلك توسعة مستشفى الأمل للأورام السرطانية في بغداد، والاهتمام بهذا المركز من توفير الجاما كاميرا والمعجلات الخطية والعلاجات بأنواعها الهرمونية والكيميائية والإشعاعية، وكذلك تدريب الكادر الطبي المختص. ونطالب ببناء مركز لعلاج الأمراض السرطانية في العراق يكون مركز متقدم يشمل كافة العلاجات السرطانية، وأن يدرج ضمن موازنة 2020 والاهتمام بهذا الأمر ويؤخذ بجدية كاملة ويكون بسقف زمني لإنجازه لخدمة مرضى السرطان في العراق، والاهتمام بمعالجة التلوث البيئي والإشعاعي الذي يسبب الأمراض السرطانية. اتهمت لجنة الخدمات النيابية وزير الاتصالات بعدم الإيفاء بوعوده لمحاربة الفساد والقضاء على ما قالت إنهم حيتان الفساد في الوزارة. ذهبت لجنة الخدمات بعمل مؤتمر صحفي مع السيد الوزير لدعمه، شرط أن يلتزم بتعهداته التي قطعها على نفسه، وذلك بالقضاء على حيتان الفساد وتحسين خدمة الإنترنت والقضاء على تهريب سعات الإنترنت. لكن على العكس، فإن النتائج كانت مخيبة للآمال بسبب دعم الوزير الحالي لتلك الشركات التي كان يتحدث عن معاناته منها سابقاً، وبدل أن يقوم بمعاقبة تلك الشركات التي كان يريد أن يضربها خلال المدة التي التزم بها أمام لجنة الخدمات، قام بمكافأتها بإعطائها عقود جديدة. ومنها على سبيل المثال تم توقيع عقد الأسبوع الماضي مع شركة آي كيو التي ثبتت بالدليل تهريبها لسعات الإنترنت بموجب وثائق وكتب رسمية متوفرة في الوزارة ويوجد لدينا نسخ منها. قالت هيئة النزاهة إن أكثر من 10,000 طالب يدرسون في 7 بنايات تضم 14 مدرسة بدوام جزئي في منطقة بوب الشام شمالي العاصمة. واقترحت النزاهة الإسراع بإجراء مناقلة مبلغ قدره 500,000 مليار دينار من موازنة عام 2019 لمصلحة مشاريع المدارس المتلكئة، مضيفة أن مدارس المدينة تعتمد على المحاضرين من خارج الملاك لسد النقص في الملاكات التدريسية، فضلاً عن قدم الأبنية المدرسية وتهالك أثاثها. بلا مدارس كافية أو كتب وبلا وزير للتربية، العام الدراسي الجديد يستعد لفتح أبوابه أمام الطلبة، ودعوات لحل أزمة التعليم المزمنة في البلاد. عام مضى على تشكيل حكومة عادل عبد المهدي، واليوم على أبواب بداية المدارس. نلاحظ اليوم هناك ترهل في الواقع التربوي، لم تكن هناك بنايات مخصصة، مدارس، مناهج، وظائف وما شابه ذلك. بالإضافة إلى اليوم، يعني اليوم غياب وزير التربية في الوزارة بسبب المناكفات السياسية داخل مجلس النواب والسلطة التشريعية، لذلك اليوم نحمل المسؤولية على عاتق السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بغياب وزير التربية. هذه الوزارة المهمة التي تنشأ جيل مهم. هناك لا تزال بعض المدارس هي لم توزع المنهاج الدراسي لحد الآن، وهناك الكثير من المدارس المهدمة والتي لا توجد فيها أدنى الخدمات، وخصوصا المدارس الابتدائية، إضافة إلى نقص الكوادر التدريسية والتعليمية بهذه المدارس. وهناك أيضا بعض المدارس التي تداوم يعني دوام مزدوج، 3 يعني دوامات أو 4 دوامات وهكذا. هذه حقيقة مع الأسف ينعكس سلبا على الجانب التربوي وعلى العملية التربوية بصورة عامة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
صالح يجدد موقف العراقي الرافض لسياسة المحاور ويحذر من تغييب دوره. الوساطة العراقية تعود من بوابة الرياض وطهران، عبد المهدي يحمل مبادرة تهدئة. تقرير مرعب لرايتس ووتش، القضاء العراقي متهم بتجاهل عمليات التعذيب. بالقوة وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، تفريق تظاهرات لحملات الشهادات. ختام هذه النشرة، ودائما كالعادة للمزيد زوروا الفلوجة.tv وأيضا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء، في أمان الله.